زي صا اجي اتقنت لينا الجدي اجي خبش جدي هنا اللي حنا تما كتقبتها اختي نصور لكم هانتوما كما كتشوفوا دادو واحد الزنبر شوفوا الشوكه ديالو كيفاش خلاها له شوف تي في تي في قصحه كاستي حميد وييه شوفوا سبحان الله العظيم خلى له الشوكه السلام عليكم مشاهدين ديالنا كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنوا تكونوا بخير ان شاء الله وشكرا لكم على التعاليق الزوينين ديالكم وشكرا لكم على الدعم ديالكم وكيف ما كتسولوا دائما في الوالده وفي عبد السلام وفي الوالد ها هو اليوم معكم الوالد شخصيا اللي كتسولوا فيهم دائما وكتقولوا لي تهلا في الوالدين ربي اللي غادي يتهلا ان شاء الله وها هو نخلي الكلمه للوالد قول لهم الوالد السلام عليكم السلام عليكم شخباركم لاباس عليكم اولاد الخير وتمنيت لكم الخير شنو تبغى تقول ابا الناس اللي كيسولوا فيك دائما كيقولوا لي بقى تبين معك الوالده والوالد والاخ عبد السلام ايوا اش نقول نقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله الا خير الله يكثر خيرهم ويكثر عليهم الله يكثر عليهم وهانتم خليكم معنا تشوفوا السمعه ديال الوالد الشنعه التقليديه ديال الوالد هذا الحلفه واللطف اللي كيصاوب بهم الشواري ديال الحيام اللي كيصاوب بهم القفات الشطابات يعني الوالد عنده بزاف ديال الحرفه ديال الصناعه التقليديه الصناعه الخاويه اش من خاويه الوالده هذه راه عامره الصناعه هذه كرا الصناعه قرب لتما باش عندي الله يعطيك الروح راه الصناعه والوالد كيصاوب حتى هاد الشطاط بهادو علاش كتوري هذيك لا راه الشطاط هادي راه الشطابة حتى هي راه مخيرة هادي هادي يا برا ما كاينش اللي يعرفو يصوبها بحالك هادي الشطابة حتى هي كيعقدها منها بالحبل باش كيشطبو الناس كيصوبوها انت كتصورني الخوا ماما من بعد ما صورت الوالد انا جيت نصور الوالدة وسني كيرضى على الوالده دابا هي كتحلب وعطي شي تحيه للمشاهدين الوالده صباح الخير عليكم صباحكم لاباس عليكم نبغاكم تكونوا هانيين لاباس عليكم هانيين حنا كنحلب هاد المعزات حنا كنا وكنحلب الحاجه العربيه هي هادي هانتوما كتشوفوها واش ديانا ما دايرين بيا الوالده دابا هي كتحلب الحليب وهذا هو الروتين ديال المراه القراويه دابا هادشي اللي كيعجبكم هاد الكتيبه وهذا الشيء الروتين ديال المراه القراويه دابا هو هذا العربيه على القراويه ديالها خدامه في القراويه دابا هما با الناس دي في المدينه ديما الناس دي في الخارج ما كيعرفوش العربيه كيعرفوا القراويه ايه دابا حنايا كابرين دابا حنا كابرين في العربيه كنعرفوا ولكن كاينين الناس دي ما كيعرفوش الناس دي في الديار الاوروبيه ولا لا ندى هي حامله لالا نور والدراري هما كيشدوا لها لالا المعيزات لالا نور والوالد هو كيشد لها المعيزات انا كنتوقع هذاك الجدي ما بنت له غير فيك النار كياكل لك الدرة المعيزات المعيزات الحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد دير لي يدك من اللور كلشي اللي كاين الحمد لله كلشي اللي كاين العربيه بالمره الناس دي في العربيه الا ما كانتش الكسيبه ما كاين والو ايوا تعيش بالهواء الناس عايشين غير بالجوبي شنو اللي كاين يلا ايوا خليكم معنا وقولوا للمشاهدين السلام عاود باش نمشيو نهبطو عند السلام ان شاء الله يا ربي يا الله شنو قلتي الوالد
كل ما يعطيكم النجاح. هذا الشيء اللي كاين اللهم امين يا ربي. انا لين نجي استعطوا عاود تنفع. دابا انتما كما كتشوفوا بعد ما صورت الوالده والوليد كيحلبوا حنا جينا عاود نصوروا لكم هنايا مناظر رائعين جدا كما كتشوفوا. هادشي عاوتاني يا سلام. انتما تبارك الله عاوتاني هنايا هاد البلاصه هادي عاوتاني يا سلام زوينه بزاف. شو تبارك الله داك الورد ديال الدفله كي كيبان. كيبانو المناظر يا سلام. هنايا عاوتاني الجبل تبارك الله على مناظر هنايا ديال الدفله. شوف جايين وكاين هاد الفكرون ها هو راه كيتفرد على هاد الشجيرات ديال الدفله. ها هو مسكين راه غادي كيتبرد. انتما يا المشاهدين ديالنا هنايا كنت اللي كنت صورت لكم الى عقلتو كانت الخضوريه في شهر جوج. دابا ها انتما كلشي طاب وكلشي الناس خدموا وانتما خليكم مع البلاد مع البليده ديالنا وراه هي دارنا. وها نتوما خليكم معنا ان شاء الله باش كتشوفوا البليده ديالنا وكتشوفوا الاجواء الزوينه والمناظر الخلابه والطبيعه واخا الحراره. جيت كنصور لكم انتوما كما كتشوفوا دو واحد الزنبور. شوفوا الشوكه ديالو كيفاش خلاها له. شوف فيرتي فيرتي قصحه كاستي حامي وييه. شوفوا سبحان الله العظيم خلى له الشوكه. فيرتي فيرتي والله الا بحالك شي 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 والله الا خلى له الشوكه ديالو سبحان الله العظيم. دير لي الثلج دير لي الثلج هاك شي 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 تويخ احلا. شتي شتي نخبرك شويه. لا 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 غير شويه غير شويه. عين عين شتي شتي شي شي والله الا عدو واحد الزنبر واحد الحطه خايبه. شوفوا واحد المغاره بحال هكا داك يكون فيها شي حاجه شحال زوينه دابا بحال هذه النحال ولا ياك دابا هذه الشجره ولا ما نعرف نصل يمكن الصبره. هاك شد هكا عين بقى شد هكا عين صوره. صحتها اي هاد لوريده كنهديها للمشاهدين ديالي كنهدي لكم هاد لوريده يا المشاهدين. سي حامد مسكين ها هو راه عدى الزنبور راه يدو كيضرو. عطي شي تحيه للمشاهدين. السلام عليكم المشاهدين كي داير لاباس عليكم بخير. وانتما دابا كما كتشوفوا حنا كنساليوكم في هاد الجبال والطبيعه رائعه يا سلام زعما ما كاينش. وانتم معنا وحنا مازالين غادي نوريكم فيديوهات مجهود ما يتشاف هنا في مدينه اقليم صفرو مغيله. وانتم معنا يا تقصحتها سي حميد ديك العدد ديال الزنبور. والله الا تقصحتها نفخات لي تشوش تشوش سبحان الله. شوف شي كيتنفخات والله الا تنفخ شي 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 سبحان الله. واي والله الا والله الا تنفخات لي. شوفوا شوفوا سبحان الله العظيم. شوفوا فين عدوا عدد المبارده هو اللي متلج هو اللي راه شويه سبحان الله العظيم والله الا عرفتي وعينيك العده ديالو قاصحه واحد العده ياك هذا ما عرفتش. شبعتي مساريه مع راك السي حميد في مغيله. ايوا في هاد الجبال دابا حنا في هاد الساعه ديال حنا جالسين. السلام عليكم. ها هاندو مسكينه فين تلاقاتنا
برانور احنا جايين ماما. ودابا يا المشاهدين كان هذا هو الفيديو اليوم، ونتمنى تقبلوا علينا، وبسلامة عليكم وتهلاو في راسكم وشكرا لكم.